المعالي وهمتنا التفوق للمآلي. لنا في كل رابية شعار بأن الناجحون بكل حال. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان فأذهب به ظلام الشرك والطغيان. آمن به أهل السعادة من الإنس والجان، فكان لهم منهجا في كل زمان ومكان. تدبروا آياته فعملوا بها في النهار، قاموا الليل به يرجون النجاة من النار. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ذاك الذي كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. صلى عليك الله يا علم الهدى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله تعالى وحيا الله محياكم، معكم في برنامج علموهم في بيت من بيوت الله تعالى، في جنة من جنة الدنيا، ألا وهو المسجد الطيب المبارك، مسجد الإمام القرافي، في برنامج علموهم. كذلك نحيي الشباب واحدا تلو الآخر. نبدأ باليمين، تفضل شيخ. اسمي عبد الرحمن خالد عبد الصمد. عبد الرحمن خالد عبد الصمد. مالك عصام النجار. مالك عصام النجار. عبد الله عمر جرانة. عبد العزيز عمر جرانة. محمد زكريا أبو سن. أيوب طارق أبو زيد. نعم. نعم. عبد المجيد أبو بكر الطراء. عبد المجيد أبو بكر. نعم. رجب زكريا أبو سن. بارك الله فيكم وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا. نحن معكم هنا في برنامج علموهم. في هذا البرنامج نتكلم ببساطة عن موضوع في هذا الشهر المبارك، ألا وهو القرآن. نسمع كثيرا منا يقرأ القرآن، الأب يقرأ القرآن، الأم تقرأ القرآن، الأخت تقرأ القرآن، الجار يقرأ القرآن، لكن هل تدبرنا هذا القرآن؟ نتدبر مع بعضنا البعض بإذن الله تعالى في هذه الجلسة الطيبة، في بعض الآيات يقرأه علينا بعض منكم. ألا عبد الله تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بارك الله فيك عبد الله عمر جرانة. يا شباب، القرآن وما أدراك ما القرآن؟ القرآن كلام الله تعالى، أنزله على نبينا من؟ على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن بعد أن أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سمعه الصحابة، بعد الصحابة من؟ التابعين، وبعد التابعين السلف، وبعد السلف أتى إلينا نحن عن طريق العلماء المباركين. لكن نتأمل قليلا في هذا القرآن كما قرأ عبد الله. ماذا قال؟ قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. نتفكر، هذا القرآن لو أنزلناه على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته ماذا؟ لرأيته خاشعا متصدعا. من ماذا خاشعا متصدعا؟ من خشية الله. سبحان الله، القرآن لو أنزل على هذا الجبل لا اهتز الجبل، لكن لو أنزل على قلوبنا، لو سمعنا هذا القرآن ماذا نفعل؟ لو سمعنا تلك الآيات بداية من سورة الزلزلة،
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. عن ماذا تتكلم هذه الصورة؟ تتكلم عن يوم القيامة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. يسأل الإنسان ما لها، ما الذي حصل؟ سبحان الله. نأتي إلى باقي الصور. لا أقسم بيوم القيامة، كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. نتأمل قليلا عندما نفتح هذا المصحف الكريم ونحن نقرأ. بداية، هل نقرأ بتمعن أو نقرأ هكذا في شهر رمضان أريد أن أفعل ختمة أو ختمتين؟ لكن لو تدبرنا قليلا ونحن نقرأ، إليه يرد علم الساعة. سبحان الله، ما معنى إليه يرد علم الساعة؟ ما معناها هذه الآية؟ نتمعن فيها، نتفكر فيها، نتدبر هذا القرآن. بداية، أهل القرآن من؟ هل تعلمون بأن الله عز وجل له أهل في هذه الدنيا؟ من هم؟ من هم أهل الله؟ هم أهل القرآن وخاصته. أهل الله دائما هم أهل القرآن، هم العلماء، هم الناس الطيبون الأخيار، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. نبدأ بداية في هذه القصة الجميلة الطيبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في يوم من الأيام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن مسعود، اقرأ علي القرآن. فتعجب، قال: سبحان الله، أقرأه عليك يا رسول الله وعليك أنزل هذا القرآن؟ أنا أقرأ عليك القرآن وأنت الذي أنزله الله عليك. ماذا قال له النبي؟ ننظر في هذه الجملة الطيبة المباركة. لو أخذنا هذه الجملة فقط لنجونا. ماذا قال؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. يا الله، هل نحن نحب أن نسمع القرآن؟ أم عندما نأتي في السيارة ويبدأ الشيخ يتلو القرآن دغري نعد غيره على القرآن ونحطه على الأغاني والموسيقى أو نحطه على النشرة؟ أمر عجيب ولا لا؟ نحن دائما نتكلم، نقول نحب النبي صلى الله عليه وسلم، يا ليتنا نلقى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لنا يوم القيامة. لكن ماذا فعلنا؟ هذه سنن من سنن النبي. قال ماذا؟ إني أحب أن أسمعه من غيري. لم تكتمل القصة. قال عبد الله بن مسعود: فقرأت سورة النساء فوصلت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجالس جنب النبي، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك، توقف توقف. معنى حسبك أي توقف. قال: فالتفت إلى النبي، ما به النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي حسبك؟ قال: فالتفت إلى النبي فإذا عيني النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يبكي عندما يسمع هذه الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء شديد، وهو الذي بشره الله تعالى بالجنة، وهو الذي أول من يفتح لنا باب الجنة والأنبياء كلهم خلفه. لكن نتأمل، النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، نحن ماذا فعلنا مع القرآن؟ هل في البيت؟ سبحان الله، أكاد أجزم بأن في البيوت القرآن مغلق عليه الغبار. لكن الهاتف النقال، هل مرة في المرات شفت عليه غبار؟ أول ما تشوف غبار على الهاتف تمسح ولا لا؟ لكن المصحف بعد وين وين؟ مصحف قاعد في زاوية، نمسح المصحف. هذه مأساة ولا لا شباب؟ لكن الشيء الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم آيات في سورة الفرقان: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وبعدها يقول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهو الذي يأتي يوم القيامة
ويقول أمتي أمتي يا الله، يسجد سبحان الله ويقول أمتي أمتي يا الله سبحان الله. لو يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويرى حالنا مع القرآن، لا أتكلم عن البر بالوالدين، لا أتكلم عن صلة الأرحام، لا أتكلم عن احترام الكبير، أتكلم عن القرآن فقط. لو يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويرى حالنا مع هذا الكلام المبارك الذي إذا قرأه المريض شفي من مرضه، والذي إذا قرأه صاحب الهم رفع الله عنه هذا الهم. وهذه قصة ثانية حصلت للفاروق عمر. تعلمون من هو عمر؟ من هو عمر يا عبد الرحمن؟ عمر من؟ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر ابن الخطاب مرة من المرات كان زي ما نقول احنا بالليبي ماشي من عند حوش، خطم علي حوش، فسمع شخص يقرأ في سورة الطور. سورة الطور يقرأ في آية: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. سبحان الله، يقرأ هذه الآية، فماذا قال عمر؟ قال: والله إنها لحق، أي حق الكلام الذي يسمعه حق، وسوف يأتي العذاب. سبحان الله، بعدها عمر، هذه هي القصة. فبعدها عمر ذهب إلى البيت. مرض عمر في بيته شهرا كاملا يزوره الناس، سبحان الله، بسبب آية سمعها صار يبكي. وكم من أناس ماتوا وهم ماذا؟ وهم يسمعون القرآن. تعلمون بالإمام شعبة، في من فقهاء الأندلس، الإمام شعبة جاء في سكرات الموت، خلاص في اللحظات الأخيرة في الحياة، يبي يفارق الدنيا، ما عاش فيه. فكاين جالسة جنبه بنته، وهو في آخر لحظات له في هذه الدنيا، والبنت تبكي بكاء شديد: يا أبتاه، ماذا سنفعل بعدك يا أبتاه؟ وصارت تبكي أمام أبيها. ماذا قال له؟ قال لها: فلتأتي إلي قليلا. جاءت، قال لها: لا تبكي على أباك، فإن أباك قد ختم في تلك الزاوية، وأشار إلى زاوية في بيته، قال: إن أباك قد ختم في تلك الزاوية 23,000 ختمة. الله، 23,000 ختمة ختمهن، سبحان الله. انظر، مش 23 مرة، 23,000. انظر انت، شوف، حط المقدار هذا في راسك. انت تو عمرك اكبر واحد، مثال نقولوا عمره 15 سنة فيكم الجالسين، باهي 15 سنة كم مرة قريته؟ هل قريته، باهي نقولوا قريته 5 مرات ختمتها؟ هل ختمتها 4 مرات 3؟ هو شوف كم ختمها مرة، 23,000 ختمة. هل في شخص عندكم هنا عنده سؤال هيك يسأل؟ تفضل. يقرأ القرآن؟ إيه. يقرأ السطر الأول؟ نعم. السطر الثاني يطلع؟ نعم. هذا حرام؟ لا لا، ما عادي، هذا مش حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ قال: الماهر بالقرآن، اللي يقرأ القرآن مثالا: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. الذي يقرأ القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الماهر بالقرآن، هذا الذي يقرأ القرآن ولا يتلعثم مثل ما نقول نحن. قال: القارئ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر يوم القيامة، هذه منزلة. والذي يتتعتع في القرآن، الذي يتتعتع في القرآن، يقرأ القرآن وهو القرآن عليه شاق، قال: هذا له أجران. الله، سبحان الله، أني نقرأ في القرآن بسرعة لي أجر. يتتعتع، له أجران. نعم، له أجران. كيف أجران؟ أجر التعتع اللي يقرأ فيها، أجر المشقة اللي يقرأ فيها في القرآن، مشقة اللي قاعد يقرأ فيها، وكذلك أجر قراءته للقرآن الكريم. فأنا تكلمت عن قصة في البداية، لكن أريد إذا كان شخص منكم أريد نبي واحد منكم كي يعاود القصة بالمختصر البسيط اللي فهمها من القصة، تفضل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا، صح، فقال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن. نعم. فقال: أقرأه عليك وعليك أنزل. نعم. قال: إني أحب أن أسمعه من غيره. فقرأ عليه سورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى: فك
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد جئنا بك على هؤلاء شهيدا. صح. قال الرسول صلى الله عليه وسلم حسبك. فقال عبد الله بن مسعود فالتفت فرأيت رسول الله يبكي. سبحان الله، الرسول يبكي من القرآن الكريم. ماذا استفدنا من هذه القصة؟ خشية من سماع القرآن الكريم تعال به. نعم نعم، بارك الله فيك. فعلا مثل ما قال عبد الرحمن، استفدنا منها خشية النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام، وهو زي مثل ما قلنا هو الذي يشفع لنا يوم القيامة. كذلك يا شباب، في شيء لابد أن يعلمه جميعا. نحن الآن في بلادنا الحبيبة ليبيا دائما مثل ما نقول لا نقرأ القرآن كثيرا، أو صار الذي يقرأ القرآن وصاحب العلم الشرعي معادى من الجميع، لا يقبله أحد. صار في بلادنا أمر عجيب جدا. لكن هذه نصيحة مني لكم، لابد أن تقرأوا هذا القرآن، تلتفوا حول العلماء، تلتفوا حول طلبة العلم، تتمعنوا في هذا القرآن، تتدبروا هذه الآيات، هذا الكلام الطيب المبارك. كذلك في قصة جميلة جدا، وهي قصة الفضيل ابن عياض. سبحان الله، الفضيل ابن عياض كان إمام يأم الناس، وكان خلفه من؟ ابنه. سبحان الله، نرى هذه التربية. لو يسمع منا الآباء الآن تربية أبنائهم، ماذا كان يفعل التابعين بالأبناء؟ كان الأب إمام، وخلف الأب من؟ خلف الأب ابنه. فبدأ ابن من؟ ابن علي ابن الفضيل ابن عياض. فبدأ يقرأ الفضيل ابن عياض في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. عندما وصل إلى هذه الآية لترون الجحيم، سقط في مكانه. سبحان الله، سقط في مكانه من شدة سماع الآيات، من شدة الخشية لله عز وجل. فسبحان الله، فبعدها يحكى في القصة نفسها، فبعد سبحان الله، فالشاهد من القصة ماذا كان يفعل هذا الابن خلف أبيه؟ ما هو السر؟ يسمع هذه الآية ويبكي. كم منا نسمع في آية في سورة التكاثر؟ هل مرة تأثرنا؟ والكثير ما شاء الله كلكم حافظينها، بقولي ما فيش حد مش حافظها، لكن هل تأثرنا بها؟ سورة الإخلاص، سورة الناس، سورة النصر، سورة العاديات، سورة أي سورة من سور القرآن، هل تأثرنا بها؟ الله العليم ولا لا شيخ عبد الله؟ وقت الحلقة انتهى، لكن الحديث معكم لا يمل. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وألتقي وإياكم في هذا البرنامج علموهم مع نخبة من الشباب المجتهدين في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسير في ثبات للمعالي، وهمتنا التفوق للمآلي، لنا في كل رابية شعار.